خدت الكارت بتاع أمين عام حزب النور بالجيزة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا مرحبا. أنا سعيد شبكة الأخرين بتسأل مع حضرتك بس شوية أسئلة. هل يوجد بعض النساء على قوائم حزب النور في الجيزة؟ عندنا الحاجة منى صلاح، دي رئيسة جمعية منابر النور ومن الشخصيات الشهيرة جدا والمجتمعية واللي ليها نشاطات خدمية كثيرة جدا في إطار الجيزة بالكلية، دي على إحدى قوائمنا. وعندنا الحاجة رباب مدبولي على القائمة الأخرى. من أبرز المرشحين في الدورة من الرجال؟ إن شاء الله تعالى بإذن الله عندنا الشيخ عادل العزازي، عندنا محمد الكردي، عندنا نزار غراب، عندنا احمد جبريل، عندنا عدد كبير ما شاء الله من عندنا عادل ابو صليب، عندنا مجموعه من المرشحين الفضلاء يعني ان شاء الله تعالى اللي نتمنى ان احنا باذن الله تعالى نقرب بيهم مسافه يعني. هل يوجد اقباط على حزب النور في الجيزه؟ ما حدش تقدم. طب لو حد تقدم؟ لو دي هتكلمني في لو ليه؟ خلينا في اللي احنا فيه، ما حدش تقدم يبقى ما حدش تقدم. بمناسبة أحداث مسبيرو، ماذا عندكم من حلول تتقدموها للدولة من الاحتقان السائد الآن؟ أعتقد أن الحمد لله المسألة أثيرت من قبل الشيخ حسان بشكل رائع، وأثيرت برضو من قبل الدكتور عماد بشكل رائع. قضية واضحة جدا جدا، إحنا ما يعني روح العداء مش موجودة عندنا تماما، والحمد لله رب العالمين نؤمن إيمانا جازما بأنهم شركاء في هذا الوطن، ويجب على كل طرف أن يقوم بدوره تجاه هذا الوطن. القضية مش فيا أنا لوحدي ومش فيه هو لوحدي، لازم هو يخاف على بلده ولازم انا اخاف على بلدي. طرف واحد يخاف دي قضيه، دي مساله مش صعبه. فانا بنادي يعني الاقباط لابد من الخوف على هذه البلد، لازم هم يجتهدوا في انه يخافوا عليها واحنا طبيعي نخاف عليها. وفي الاول والاخر احنا شركاء في الوطن، ولا خلاف انه ينبغي ان احنا عايشين مع بعض 1400 سنه، ينبغي علينا جميعا يعني ان نكمل هذه المسيره، وان اختلفنا في بعض الامور لكن في بعض الامور نقاط الاشتراك اللي بيننا لازم نحافظ عليها. هل تم التزاور بينكم وبين بعض الاقباط في الجيزه؟ انا وقتي ضيق جدا جدا لان مشرف قطاع القاهره الكبرى وهقدم القاهره الكبرى كله، فكل يوم في محافظه، فما عنديش وقت ان انا يعني ممكن الكلام ده بيقوم بيه فرق اخرى، لكن انا بالنسبه لي ما عنديش فكره عن الكلام، انا ما قمتش بكده انا شخصيا يعني. طب ابرز الاشياء اللي ستقدمونها للدايره في الجيزه كاداره حمله انتخابيه؟ نعم. اداره الحمله الانتخابيه دي الخطوه اللي بعد كده، احنا بدانا بنمشي بنظام الستيب باي ستيب، الخطوه خطوه. احنا دلوقتي الحمد لله قدمنا ورقنا، هننتظر ونشوف نتيجه التقديم باذن الله تعالى خلال الايام الثلاثه القادمه باذن الله تعالى. بعد كده خلاص تم قبول الاوراق الحمد لله بشكل كامل، هنبدا في بدانا نشكل لجان لاداره الحمله الانتخابيه على مستوى مصر كلها باذن الله تعالى. ان شاء الله هتبدا اللجنه دي تحط اليات للعمل، بعدها نبدا نتكلم عن اليات العمل باذن الله ان شاء الله. ذكرتم ان في تحالف بينكم وبين الاصاله وبعض الاحزاب الاخرى. الحمد لله رب العالمين تم التنسيق مع الاصاله بشكل كامل، نازل معانا ان شاء الله تعالى باذن الله هيخليها مفاجات بالنسبه لحزب الاصاله. الحمد لله زي ما حضرتك شفت النهارده كان معانا نائب رئيس حزب الاصاله استاذ ممدوح اسماعيل، وكان معانا برضو امين محافظة الجيزة الأستاذ مصطفى طه كان موجود معانا. الحمد لله رب العالمين الأمور مشيت بشكل جيد جدا، نسقنا مع بعض في كتير أوي من محافظات مصر. البناء والتنمية قاعد دلوقتي بينسق معانا الحمد لله رب العالمين، والمفاوضات على قدم وثاق هروح دلوقتي نكملها إن شاء الله تعالى بإذن الله. برضه بالتوحيد العربي بدأ يتواصل معانا، وإحنا الحمد لله فاتحين دراعاتنا لإخواننا من التيار الإسلامي، أهلا وسهلا بهم على قائمنا، مفيش ممنع خالص وفق ضوابط ومنهج الحزب. الخلافات التي حدث بينكم وبين حريه وعداله؟ فيش اي خلافات تماما، هذا الكلام لا اعرف له، لا اعرف من اين جاء، فيش ادنى خلافات، بدليل ان الحاج جمال عشري كان موجود الحمد لله معانا، واحنا منسقين في الدائره دي مع الاخوان، يعني احنا مش هننزل حد قدام الحاج جمال عشري، منزلين عمال بس وفضينا المكان للحاج جمال عشري، احنا مش عايزين نوقف ابدا تيار اسلامي قدام تيار اسلامي، دي مش فكرتنا خالص، حتى الاماكن نزلنا فيها مرشحين، مرشح من فئات ومرشح للعمال. القضية بالنسبة لنا مش قضية تنافسية خالص، ان الله تعالى في الاصل يولي من يصلح، الاكفأ سواء هنا او هنا هنبقى سعداء جدا ان كان من عند اخواننا من الاصالة من الحرية والعدالة من النور من التنمية، احنا سعداء بان بس الشخص اللي يقدر يوصل يكون همه البلد دي ويكون مشروعه اسلامي قبل ان يكون همه هذه البلد، والموضوعين دول في غاية الاهمية بالنسبة لنا. شبكة يقين بتشكر حضرتك. شبكة يقين ما قالتش اللي انا قايله انا هخنق شبكة يقين. شكرا. السلام عليكم.